اخوتي مغاربه السلام عليكم اليوم السبت 21 اكتوبر 2023 في اطار فيديوهات التحسيسيه اللي كنشر مره مره اليوم غندق ناقوس الخطر بواحد الموضوع اللي الخطر ديالو على المجتمع باكمله المجتمع المغربي كتعرفوا بان كاين واحد المافيات كيستهدفوا الشابات المغربيات بين 18 و 21 سنه لاستغلالهم في الدعاره الدوليه كيدوهم من المغرب الى عدد من الدول وتما كيستغلوهم في الدعاره فين كيستقطبوا هاد البنات هادو يا اما بالاعلانات في انستغرام وهاد الاعلانات شنو فيهم كي فيهم الاغلبيه بان في الامارات ولا في الاردن ولا في البحرين ولا في السعوديه ولا غيره بان فندق فلاني كيطلب عاملات نظافه كيطلب مضيفات كيطلب ريسبشن كيطلب هادي وهاد البنات كنتكلموا على البنات كيشوفوا هذوك الاعلانات كيقول لك واكلين شاربين ناعسين ومن الفوق كنعطيو 400 دولار ولا 500 دولار كاين مجال واحد اخر لاستقطاب هاد الشابات هما الصالونات ديال الحلاقه ما كنعممش سلام اسلام جيت سكن وهاد النواحي كاملين كتمشي البنت تما كتبغي تصوب شعرها ولا مانيكور ولا شنو هو وكيبقاو يعمروا لها راسها الازمه الاقتصاديه اللي كيدوز منها المغرب كل شيء بغي يحسن الوضعيه ديالو كل شيء بغي يزيد لقدام الشباب راه كتشوفوا كي كيحرقوا الناس ما كيشوف راسو الا إيه تقاتلوا تقاتلوا وخدم اش غيدير كاع ها آه هو تقاتل غياكل غي ويشرب وينعس حتى حاجه ما هي مفرة الا بغيتي تعيش مزيان خصك سالير كبير وهذاك الشيء علاش حتى هاد البنات هادو كتشوف بان عندها اسره آه حالتهم هكا المهم غير مسلكين كي كيقراو القهره كتقول علاش ما نمشيش نخدم ب 4000 درهم واكله الشهر بعد ديك 4000 واخا نخسر غير 500 درهم وغنخلي فلوسي في جيبي وهذوك الفلوس غنعاون بها عائلتي ولا نعاون بها راسي وغنزيد لقدام وندير ولي ما لا نتلاقى مع الامير ولا شي حاجه ونتزوج به المهم الاحلام ديال البنات كتعرفوا بان في دوك الصالونات ولا هاد الانستغرام ومني كيعيطوا وهنا راني خلال ثلاثة الاسابيع جلست مع واحد العدد ديال البنات اللي كانوا ضحايا ديال هاد المافيات هذه. ودوزوا لي بنات اللي اليوم محتجزات في عدد من الدول منها تركيا ومنها في الميم واحد الدولة ديال الخليج حتى هي، بنات محتجزات. غير باللي الاشارة عافاكم البنات. كاين واحد بحال واحد البنت دوات معايا في تركيا محتجزة في واحد الفندق. مني كنقول محتجزه محتجزه ويستغلونها في الدعاره، هاد البنت هذه محيدين لها الباسبور وهي بالنسبه لها الا حيدوا لها الباسبور صافي البيبان تسدو غادي نقول لكم الباسبور خليوه عند اللي كان كيمكن لكم تمشيو بلا ورقه بلا جوج لاي قنصليه مغربيه قريبه لكم ولا السفاره وتطلبوا الحمايه كمغربيه ولا كمغربي وتطلبوا باش تدخلوا المغرب طلبوا لي سي باسي جواز مرور باش تدخلوا للمغرب كيصوبوه لكم ديك الساعه كتبقاو في القنصليه كيصيفطوا للمغرب كيدقوا في الهويه ديالكم انا كنقول ما عندكش لا كارت ناسيونال ما عندك حتى ورقه تي طويل هربانه من شي مافيا القنصليه او السفاره ديك الساعه كيمكن لها وبالواجب عليها كتتصل بالسلطات الامنيه ديال البلاد اللي نتوما فيها وغادي دير لكم لاسيستونس كونسولير من حق اي مغربي كان في الخارج عافاك سمعوا معايا مزيان هذه الهضره من يحيد لكم شي واحد الباسبور ولا شي حاجه وحسيتوا براسكم بانكم في خطر هربوا لاي قنصليه مغربيه او سفاره وطلبوا الحمايه اولا من حقكم من حقكم تباتوا فيها ملي كنقول هذا ماشي اعتصام ولا شنو ولكن حياتك في خطر في ديك البلاد كطلبوا الحمايه القنصليه القنصليه كيصيفطوا للمغرب 24 ساعه كيصيفطوا لهم لي سي يعني المغرب الرباط كيقولوا لهم إياه مغربية ساكنة في أكادير وهذا وعنوانها وعائلتها وكل شيء بهذاك اللي سي باسي كيمكن القنصلية إلا إيه كانت شي مافيا ولا شنو كتنسق مع السلطات الأمنية ديال البلاد لإلقاء القبض على دوك الناس ثانيا القنصلية كتمشي معك تل المطار ويركبوكم في الطيارة ودخلوا ملي كنقولوا يركبوكم في الطيارة ما غاديش يجيبوا لكم البيي ديال الطيارة من غير إلا كانت شي حالة خطيرة ولكن عائلتكم ولا اي واحد يجيب لكم بيا الطياره القنصليه يمشيوا معكم للمطار وتركبوا في امن وامان باللي سي باسي بلا باسبور بلا حتى حاجه داخلين لبلادكم راه بحال الا كنتي سائح في شي بلاد وطاح لك الباسبور اش غادي دير غدوز العطله ديالك تمشي للقنصليه كيصوبوا لك واحد جواز مرور باش تجيو لبلادكم لان البنت كتقول لي انا في تركيا وما عنديش الباسبور راني حاصله ما عرفتش كيفاش ندير تندخل المغرب انا شرحت لكم هربوا لاي قنصليه مغربيه قريبه لكم او سفاره هاد الناس شنو كيقولوا لهاد البنات هادو كما قلت لكم وهادو اللي في الصالونات كيبداو كيصيدوهم بواحد القضيه كتبدا كدوي معاها في الهضره راه كلشي مستهدف هاد البنت ديال تركيا اللي كنتكلم لكم عليها راه ما كاينش شي عائله ولا شي شريحه مجتمعيه اللي يمكن لها نقولوا لا هادو تقي الله هادو لا ولا هادي راه بنت امام بنت امام وقالت لباها قالت لباها راني غادي نمشي نقرا هادي عندها الاجازه وراني غادي نمشي نقرا في تركيا وغادي ندير اشنو طرا ليها هادي قالوا لها غادي تخدمي باها امام ما كيتخلصش مزيان عائله المهم على قد الحال والسيده زوينه وعندها 19 عام جابت الوراق بانها غتقرا في واحد الجامعه في تركيا وهاد الوراق هادو كلشي داكشي مزور صوبوه لها مزور وصلات لتركيا وقالوا لها غتخدمي في أحد الفندق وهاش غديري واش غديري مني وصلات تما كيعتقلوها هذوك الناس ماشي البوليس ولكن كيحتجزوها احسن من يعتقلوها كيحتجزوها وكتخدم في الدعاره في النهار وحيدوا لها الباسبور ولقات راسها مع جوج ديال الروسيات وثلاثه ديال المصريات على ما قالت لي والمغربيات تسعود ديال البنات كلهم سادين عليهم تما الدعارة في الفندق ما كيخرجوش كيستغلهم كينعسوا فواحد تحت ارضي وهذا الشيء اللي كاين ما يخرجوا ما حتى حاجه فاش تكلمت معايا خدات التليفون كتعيط لواحد البنت كتنسق معها ديك البنت جات عندي وقالت لي راه هي غتعيط لي في الساعه الفلانيه وعيطات وكتحكي لي كتقول لي هاش طرا لينا هاش طرا لينا هاش طرا لينا وخايفه من باها وخايفه من عائلتها ما قدرش ترجع للور خايفه من نظره المجتمع المغربي كنقول لها غير دخلي كتقول لي غندخل غيشوفوني شدوا عليا التصاور شدوا عليا الفيديوهات صوروني هاد المافيا هاد المافيا كتعرفوا وصلت بهم الوقاحه انها واحد الوسيطه مثلا غير ميتها من دوت الوسيطات كاينه وحده في دبي سميتها ساره هاد ساره هادي وواحد اختها هنا في اكادير ناشطين مزيان وكيصيفطوا اش كيديروا كيستقطبوا البنات الصار... هذو مختصين في الصالونات وكيديروا في نفس الوقت اعلانات في انستغرام. كلشي داكشي مزور وكلشي غادي للدعاره. البنات لما كيكونوا كيتكلموا معاهم كيبداوا يضحكوا معاهم. ما غادي تجي غادي الرفاهيه غادي تعيشي وغادي ولي... وكتقول لها ولما لا؟ غضربي واحد الضريبه كتجر لها لسانها وغادي تاخذي اه 200 دولار غادي 300 دولار الليله، اش فيها؟ ما فيها حتى حاجه. البنت كضحك وكتقول لها وان شاء الله. واخا وهذا ولكن ما درتهاش هذه البنت باقا في المغرب البنت في المغرب هي كدوي معاها وهي كتسجل فيها مني البنت كتقول لها سمحي لي ما بقيتش غنجي انا ما غنجيش وما غنمشيش معاك فهادشي وما بغيتش كتقول لها هاد المكالمه الهاتفيه اللي بيناتنا غادي ننشرها لعائلتك وغادي للعالم وغادي تشوفيها وهاد الهضره كامله غادي تشوفي بالصوره ديالك وكتفرج كيطرى البنت كتولي حاصله وشها في المغرب وشوها مع عائلتها ولا تزيد لقدام هذا كتولي حاصله ما عرفاش كيدير وهنا كنجيو المشكلة واحد اخر المجتمع المدني المغربي عندنا عشرات الالاف من البنات المغربيات اللي مستغلات في الدعاره في عدد من الدول شحال من وحده باغا تخرج من هذا الشيء شحال من وحده تصيدات شحال وحده ما كاينش شي جمعيه اللي تسمع لهم اللي تعاونهم اللي تدخل عند الخارجيه وهنايا وتنشط في هذا الموضوع هذا ما كاينش وهاد البنات ضحيه ديال هاد المافيا هادي كنتمنى من الامن الوطني يدخل لان هاد الشيء خطير بزاف عاد عدد من البنات كنقول لكم بين 18 و 21 سنه وكتعرفوا مش كيطلبوا منهم كيقولوا لهم غادي تصيفطوا التصاور ديالكم واقفه جنب ديري لي بوز ديري هكا ديري هكا هما كيصيفطوا التصاور كاين واحد الشريحه واحده اخرى اللي كيقولوا كي ولا هاد المافيات هادو اللي كيقولوا كي للبنات شوفي عندك 19 عام وزوينه غادي تقولي لوالديك راكي غادا عند صاحبتك التيزنيت ولا غادا لصويره عند صاحبتك ولا غادا تقراي ولا ستاج ولا اي حاجه انا كنوفر لك ثلاث ايام مع فلان مع شي واحد خليجي في تركيا لان تركيا اصبحت هي لا بلاك دوغنونت ديال الدعاره غادي نخلصوا لك بيه الطياره غادي تكوني فوطي الفخم غاتجيبي معاك 5000 درهم في يومين ولا ثلاث ايام وعاد الكادويات هذيك البنت اش كتقول كطمع باغا تحسن الوضعيه ديالها ما مق... ما قانعاش وكتقول لي ضرب التماره والتحرش الجنسي وغنمشي للمعمل ولا غنمشي لشي فيرما ولا 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 ولا, ولا غنبقى جالسه في الدار راه نزعم وكتزعم المره الاولى وكيصيفطوا لها البيت الطياره هذاك الخليجي سعودي اماراتي قطري كويتي أه بحريني ولا ما عرفت شنو كيعزل التصاور كيقول لهم بغيت هادي كيعطيوها لبي الطياره وهذا الشيء شوف هذا الشيء الا غير عند الامن الوطني وقلنا لهم شحال ديال البنات اللي غادي لتركيا غادي يعطوك الاحصائيات غتلقى فضيحه فضيحه انا كنتسائل علاش الامن الوطني كتعرفوا غير هذه واحد 15 عام ولا 20 عام كاع البنات اللي باقيين صغار اللي مشبوهات اللي غاده مع شي وحده في شي شكل كيمنعوهم في المطار مطار محمد الخامس ما طلعش من تما ديك الساعه كيديو له التحقيق اجي انت شنو غادا ديري حمايه لبناتنا وكانوا البنات كيخافوا يخرجوا من مطار محمد الخامس لان كانوا البوليس تما دابا لا طالقي اللعب اللي بغي يقلع يقلع واش الدوله نهزمت ولات باغا باسم الاستقرار الاجتماعي الناس يحرقوا البنات يمشيو للدعارة ما شغلناش الكارديانات ينصبوا على الناس ما عندناش مشكل اللي مهم غير الناس يسكتوا لينا لان الدوله منهزمه لان الحكومه ما قدراتش توفر العيش الكريم عبر الانتعاش الاقتصادي للمواطن المغربي اليوم بهذا الفيديو كان طلب من ولايه امن اكادير تفتح واحد التحقيق كنطلب من لا ديستي تفتح واحد التحقيق وفي نفس الوقت كنطلب من السي الحموشي المدير العام للامن الوطني نرجعوا للتكنيك القديمه في المطار محمد الخامس تركيا الساحل العاج بعض الدول اللي الدعاره معروفين اش دايرين البنات وبان الفقر ماشي ذريعه باش نتلاحوا في الدعاره قبح الله الفقر ولكن خاص يضربوا هاد الوسيطات خاص يضربوا هاد الناس اللي كغرو بهاد البنات هادو واللي كيبينوا لهم الحياة كلها وردية ملي كيمشيو كيلقاو راسهم مليوحين في الدعارة كتعرفوا عندي مثال عاوتاني بنت اكادير عندها 19 سنة ملي شفت الصورة ديالها جميلة بزاف عاد هاد السيدة هادي قالوا لها غتخدمي في النظافة في واحد الغرفة ديال في فندق في دبي غتربحي 700 ألف فرانك يعني 7000 درهم وكلا شاربة في الفندق وناعسة وما عندك تم مشكل لحد الآن هذا عمل كيف أي عمل مزيان غادي نمشي السيدة مشات ألقات في الظهرة بغات بغات تخرج منا ماشي بغات تخرج من النهار الأول الضربة تعطى وقت لها العصا وهادو اللبنانيين في دبي عطاها وقت لها العصا اغتصبوها ما خلاو ما داروا لها تما ومن غير هادشي كتقول بأن الفانيد هالشراب ما خلو ما ولا لنا باش يهرسوا لهذيك الكرامه ديالها صوروها بالفيديو عريانه صوروها في ح... في دي وهذا باش الى دوات يخرجوا لها الفيديوهات ديالها وغرقات هذه شابه تكلمت معها بالتليفون تكلمت معها دوزات عليها السيده وكتحكي وكتبكي هذه دابا ما يفوق على اربع شهور ولايه امن اكادير من فضلكم شوفوا خدموا على هذا الملف راه الالاف من الشابات المغربيات مستهدفات وكل شيء ما كان غير وهذا الشيء ساهل تخدموا عليه في الصالونات تخدموا عليه في انستغرام والاخرين يعني البوليس في المطار بوليس الحدود اي وحده كما كديروا شحال هذه اي وحده مشبوهه ولا اي واحد مشبوه اجي لهنا دوز ليه وكتستنطقها البنت كتشوف المستوى الدراسي ديالها كتشوف فين غاديه كتشوف لي بيي كتعرفوا لي بيي كيصيفطوا ليهم دي بيي باش يدوزوا في المطار بي الكترونيك ولكن مثلا واحد البنت صيفطوا لها البيي ديال الطياره على اساس غدا من الدار البيضاء لتركيا غتبقى نهار في تركيا ترانزيت ومن تركيا غدا لدبي نزلت في تركيا جا موراها السيد اللي غادي يديوها لواحد البلاصه قالت لك فندق فين غادي تبات وغدي يجيبوها للمطار تما ما بقاتش خرجات ومن تما داوها للدعرة وصحة والعصا والفيديو كلهم نفس الطريقة ولكن هذاك البي ديال الطيارة الكتروني كله مزور يالله اكادي الدار آه دا البيضاء تركيا هو اللي كان صحيح وهو اللي ركبت به يعني خاص في البوليس يدقوا واش ذاك البي فيه الروتور ولا لا واش ذاك البي فيه هاد لا ديستيناسيون ولا لا الاغلبيه ديال البي الكترونيك اللي كيكونوا مزورين وساهل تخرجهم في الانترنت وتانو لهم ديك الساعه عندي رساله الى كل العائلات عافاكم تقربوا من بناتكم عافاكم راقبوا من بناتكم ملي كنقولوا راقب ماشي هي الصرامه ماشي هو الضرب ماشي هو المنع ماشي تصاحبوا مع بناتكم سمعوهم ش عندهم ما يقولوا ديروهم بحال صحاباتكم ماشي بحال بناتكم بحال صحاباتكم أه، وفروا الى قدرتوا وقدر المستطاع ولكن اعطوهم التربيه الحسنه ولكن بالرغم من التربيه الحسنه حضيو من صحابات السوء حضيو في كيمشيو في كيجيو ايوا المهم ككل يوم سبت كنهدي لكم هذه الوريضات كان للشعب المغربي كامل داخل وخارج ارض الوطن الله يحفظنا ويحفظكم الله ييسر اموركم والله يجعل ايامكم كلها افراح ومسرات وبلادنا نشوفوها كما بغينا